يونت 2 الثياتر. طبعا الثياتر يعني في المسرح. عندي اكسرسايز 1 واكسرسايز 2، هي انشطه صوتيه صفيه ما عم بتدخل فيهم ابدا، هدول دائما على المدرسه وحسب ارشادات المدرس ضمن الصف، وهن ضمن الصف يعني ما بيطلعوا ابدا لبرا، اوكي، وما بيصيروا يروحوا وظيفه كمان على البيت. اكسرسايز 3 اسك اند انسر، هون كمان انا بفضل انه السؤال والجواب دائما نحفظه دائما. كيف بده يحفظه؟ بضل بعيد وبكرر بعيد وبكرر لحتى يحفظه تماما. هلا هون عم بتقول له هلو رامي وير ار يو جو، طبعا وير ار يو جو هون ناقصه طبعا هي، لانه لازم تكون وير ار يو جوينج، تمام. فهو عم بيقول لها اي ام جوينج تو ذا ثياتر، اور كلاس از جوينج تو بيرفورم ا بلاي. طبعا عم بيقول لها انا سوف اذهب الى المسرح، صفنا اور كلاس از جوينج تو بيرفورم ا بلاي، يعني سوف يمثل او يقوم باداء بلاي مسرحيه. اه جريت، وات از ات اباوت، ما عما هي، عن شو هي، عن شو عم تحكي هي المسرحيه. اتس اباوت ماشا اند، طبعا بده يكون في لها تكمله، كانه ماشا والدب يعني كانه هيك ما. كان اي كم تو، هل استطيع ان اتي ايضا؟ يس يو كان، نعم بامكانك، بس يو هاف تو باي ا تيكت فيرست، لكن يجب ان تشتري تذكره اولا. طيب هلا هون حلو الحكي، انا كيف بدي احفظها لهي؟ بدي اقعد احفظ وير ار يو جوينج، وير ار يو جوينج، اي ام جوينج تو ذا ثياتر، اي ام جوينج تو ذا ثياتر، اور كلاس از جوينج تو بيرفورم ا بلاي، اور كلاس از جوينج تو بيرفورم ا بلاي، وهكذا بدي ضل عيد وكرر عيد وكرر بهدول الاشياء، تمام. اي ام جوينج تو ذا ثياتر، اور كلاس از جوينج تو بيرفورم ا بلاي، ضل بعيد وكرر. وات از ات اباوت، وات از ات اباوت، وات از ات اباوت. It's about Masha and the Bear مثلا، يمكن تكون هي عن ماشا والدب اعتقد. طيب اذا نضل بعيد وبكرر الهي لحتى الكلمات او الجمل او السؤال او الجواب لحتى انا احفظهم، هيك انا بكون عملت محادثه. ان شاء الله اعمل محادثه مع حدا من اخواتي او مع والدتي او مع الحيط او مع المراي، مع اي حدا، وبس يكون بصوت مرتفع. هلا البرونون سيشن اللي هي اللفظ، طبعا مثل ما انكم شايفين كمان هذا نشاط صوتي صفي ما عم اتدخل فيه. exercise 4 before you read، قبل ما تقرا match these words with the correct definition، هون كمان بدي يقوم بوصل الكلمات بالتعريف الصحيح لها. عندي 1 stage، stage يعني مسرح، 2 costumes بدلات ملابس يعني، 3 to direct يعني يقوم بالتوجيه او بالاخراج او بشيء، 4 curtains ستائر curtains، 5 audience جمهور. هلا بدنا نقرا A B C وبدنا نترجمهم. A special clothes with players wear، ملابس خاصة يرتديها الممثلون. B people who watch a play، الناس التي تشاهد المسرحية. C special piece of cloth on the walls of the stage، قطع خاصة من القماش على جدار المسرح. دي وير اكترس ان اكترز اكت، حيث يمثل الممثلون والممثلات. اي تو جايد ان جيف انستراكشنز، ان توجه وتعطي الاوامر. اكسرسايز 5 ريد اند دو ذا تاسكس بيلو، كمان هون بدي اقرا النص وبدي اقوم بالمهام في الاسفل. The students are practicing the play on the stage، يتدرب الطلاب على المسرحية على المنصة، على منصة المسرح يعني. They are wearing their costumes، يرتدون زيهم أو بدلاتهم. Mr. هشام، السيد هشام، the teacher، المدرس، is directing the students، يقوم بتوجيه الطلاب. Who will be the actress and the actors، والذين سوف يكونون الممثلين والممثلات in the play، في المسرحية. They also wants to choose the right curtains، أيضا هم يريدون أن يختاروا الستائر الصحيحة عن lights والإضاءات. He hopes that the audience، هو يأمل بأن الجمهور will enjoy the play، سوف يستمتع بالمسرحية. The students الطلاب، the students families عائلات الطلاب will be in the front seats، سوف يكونون في المقاعد الأمامية. They will feel happy، سوف يشعرون بالسعادة when they watch their children، عندما يشاهدون أبنائهم acting on the stage، يمثلون على المسرح.
tickets will be available. أيضا التذاكر سوف تكون متوفرة at the art theater في مسرح الأرت at 7 p.m. الساعة 7 مساء next Tuesday الثلاثاء القادم. Task A عم بيقول right, true or false. اكتب صح أو خطأ. When the families are practicing the play. العائلات تتدرب على المسرحية. Two, the students are wearing their school uniform. الطلاب يرتدون زيهم المدرسي. طبعا نحط صح أو خطأ يعني. Three, Mr. Hisham is the director of the play. Mr. Hisham هو مخرج المسرحية أو السيد هشام. For the students' families will sit at the back. عائلات الطلاب سوف تجلس في الخلف. Five people can buy tickets next Monday. الناس تستطيع أن تشتري التذاكر الاثنين القادم. طيب task B عم بيقول choose A, B or C. When Mr. Hisham will choose the سوف يختار السيد هشام curtains الستائر families العائلات audience الجمهور. To Mr. Hisham thinks that the audience will enjoy فراغ the play. يعتقد السيد هشام بأن الجمهور سوف يستمتع فراغ the play المسرحية. Acting تمثيل. Playing كمان تمثيل أو لعب. Watching المشاهدة. يعني هو يعتقد بأن الجمهور سوف يستمتع بتمثيل المسرحية ولا بالتمثيل في المسرحية والمشاهدة المسرحية. هلا الثري عم بيقول ذا فراغ like watching their children on the stage. فراغ يحبون مشاهدة أبنائهم على المنصة. عندي directors المخرجون, families العائلات, actors الممثلون. For you can buy a ticket at the فراغ. بإمكانك أن تشتري تذكرة من وين؟ library مكتبة, theater المسرح, school مدرسة. Five the play will be in the المسرحية سوف تكون في morning صباح الصباح, afternoon بعد الظهر, evening المساء. طبعا فينا نرجع نحن على النص ونختار الإجابات الصحيحة. أوكي. الصفات الملكية. الصفات الملكية وهي طبعا عبارة عن ضمائر متصلة, تكون هي باللغة العربية هي عبارة عن ضمائر المتصلة مثل الياء, الهاء, الكاف. أوكي. لكن باللغة الإنجليزية هي ضمائر أو كلمات منفصلة, يعني my, your, his, her, its, are, their. طبعا my تأتي مع I, يعني عندما أتحدث عن نفسي أنا أقول my house, بيتي. عندما أتحدث عن you, أنت أو أنت, أقول your house, بيتك أو بيتك. عندما أتحدث عنه هو أقول his house. لذلك تأتي his مع he, your مع you, my مع I. She يأتي معها her, it يأتي معها its, we are, they there. okay. لابد من وجود اسم بعدها. أقول my house, your house, his house. انظروا هناك ليست متصلة هي مع الاسم. الجرامر لدينا الضمائر الملكية. الضمائر الملكية mine لي, yours لك أو لك أو لكم, his له, hers لها, its له لها لغير العاقل, ours لنا, theirs لهم. هذه هي الضمائر الملكية. كل ضمير يتبع من الضمائر الملكية يتبع ضمير شخصي. مثلا mine لي, أنا, yours لك إلى you أنت, his له إلى he هو, hers لها إلى she هي, its إلى it هو هي لغير العاقل, ours لنا لي we نحن, theirs لهم لي they هم. تأتي في نهاية الجملة وتكمل المعنى. This book is mine. هذا الكتاب لي. بزاوية let's learn دعونا نتعلم. عندي possessive adjectives. Possessive adjectives يعني الصفات الملكية, وعندي possessive pronouns اللي هي الضمائر الملكية. شو الفرق بين الصفات الملكية والضمائر الملكية؟ شو الفرق بيناتهم؟ طبعا أنا رح أحط قواعدهم تمام لكل وحدة ورح أشرحهم وأحكي فيهم هون. أول شيء بالنسبة للبوسيسيف adjectives واللي هي موجودة على اليسار بهذا الإطار اللي هي my, our, his, their,
هدول بنسميهم نحن صفات الملكية، ولابد من وجود اسم بعدها، يعني هي مقترنة بالاسم يلي بعدها. يعني مثلا قول أنا this is my ticket، هذه تذكرتي، تذكرتي، تمام؟ إذا أنا عم حددها. طيب كيف بدي أعملها أنا بالبوسيسيف بروناونز؟ كيف بتصير مع ضمائر الملكية؟ بتصير the ticket is mine، التذكرة لي. يعني سواء قلت أنا this is my ticket، هذه تذكرتي، أو قلت the ticket is mine، التذكرة لي، اثنيناتهم بيعنوا انه هذا الغرض الي انا او هذا الشيء الي انا. لكن الفرق بين ماي وبين ماين هو ماي لابد من وجود الاسم بعدها، اما ماين شوفوا واقفه لحالها وباخر الكلام وما بده شيء. يعني شوفوا هون بصير لي، التذكره تكون لي، لي ما بده شيء، ما بدي احط شيء باسم بعدها، تمام؟ اما this is my ticket، ماي لحالها ما بتوقف الجمله، اجباري بعدها بده يكون في اسم. طيب عند النقطة الثانية these are our seats، هذه مقاعدنا. طيب النقطة المقابلة اللي هي بالضمائر الملكية they are ours، they are ours، هي تكون لنا، لنا، ما بدي هون يقول مقاعدنا، لا هذه تكون لنا، يعني في إشارة للمقاعد. هلا النقطة الثالثة Omar found his pen، وجد عمر قلمه. The pen is his، القلم له، له. إذا شفتوا البوسيسيف بروناونز الضمائر الملكية بالجهة الثانية كيف عم تعمل؟ في داعي لوجود اسم. The pen is his، القلم له. النقطة الأخيرة عم يقول the students are wearing their costumes، الطلاب يرتدون بدلاتهم. The costumes are theirs، البدلات لهم، لهم. تمام، شفنا شو الفرق بين البوسيسيف ادجكتيفز والبوسيسيف بروناونز. بدهم حفظ، بدهم حفظ، ما بدهم شيء الا بس بحفظهم وبعطي مثال على كل وحده، بحفظ وبعطي مثال على كل وحده، يعني جمله مثلا بحطها بجمله وبحفظها وبعيد وبكرر، بحياتك ما بتنسى. اكسرسايز 6 choose the correct word in brackets، كمان هون بدي اختار الكلمه الصحيحه الموجوده بين قوسين. عندي one Tom and his ولا her friend went to the theater، يعني توم يا بدنا نقول وصديقه او صديقتها، انتبهوا صديقتها، لو انه توم بنت كان مش الحال صديقتها، لكن هو هون صبي فبدنا نقول صديقه. وين تو ذا ثيتا، ذهب الى المسرح. طيب عم بيقول تو ذوز تيكتس ار اور ولا اورز، رجعوا على القاعده، هذه التذاكر لنا ولا اور، انتبهوا اور ناقصه، اور كلمه ناقصه، لابد من وجود اسم بعدها يا جماعه، هي النا بحياتنا نحن ما قلنا نا لحالها، لازم نقول بيتنا، مدرستنا، كرسينا، طاولتنا، قلمنا، نا 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 نا، تمام؟ طيب إذا لحالها ما بتوقف، أما أورز لنا، هذه التذاكر لنا، لنا، بتوقف لحالها. 3 would you please listen to my ولا my instructions، هل استمعتم لتعليماتي؟ طيب انا تعليماتي my instructions ولا mine instructions. 4 I put my bag here، وضعت حقيبتي هنا. where did you put your ولا yours، يعني اين وضعت حقيبتك، هيك قصده فيها. 5 Sally has got a new car، لدى سالي سيارة جديدة. it's hers ولا her، اذا حطينا hers لها واذا حطينا her ناقصة. Exercise 7 عم بيقول reorder the following، اعد ترتيب التالي. هلا في رح اقلكم اياها انا وشوف كيف ترتيب الجمله بشكل عام وراح اعطيكم اياه لإله. عم بيقول دنيا friends and her to the went theater. هون انا عندي جمله ماضي بسيط، يعني فاعل، فعل بالماضي تمت الجمله، تفضلوا اشتغلوا، ما رح اقول اكثر من هيك. كمان بالنسبه لجمله نمبر 2 كمان جمله ماضي بسيط، يعني فاعل، فعل بالماضي تمت الجملة. الثري كمان friends my are the play enjoying. أنا هون عندي جملة حاضر مستمر، جملة الحاضر مستمر فاعل، فعلكم فعل معي انجي تتمت الجملة كمان، تفضلوا اشتغلوا. إذا هلا في عندي الاكسرسايز 8 عم بيقول write what's the best play you have seen why، ما هي المسرحية الأفضل التي شاهدتها ولماذا؟ تفضلوا احكوا عن حالكم، صيغوا كم جملة، ثلاث أربع خمس جمل على كيفكم، حط فاعل، فعل وتتمة، وبدور على معاني الكلمات لإلهم وبشتغل عليهم لحالي، لحالي. وإذا ضفتوا شوية مثلا مثل مقدمة، عرض وخاتمة مثل باللغة العربية كمان بيكون كتير، برافو عليكم.
تمام، وما تتخوفوا والله موضوعه يا لطيف وكذا، هو كم جملة، تفضلوا.